السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع متتبعي قناة محمد الفيلالي في هذا الصحيح ديال الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالسنة الثالثة إعدادي دورة يونيو 2013. إذا غنبداو على بركة الله بخصوص هذا الامتحان. إن شاء الله نبداو بالمكون الأول اللي هو استرداد المعارف وعليه 8 نقاط. السؤال الأول: انقل على ورقة تحريرك أمام أرقام المجموعة الأولى، واكتب أمام كل رقم ما قد يناسبه من حروف المجموعة جوج، يعني واحد شنو كيقابله، واش ألف ولا باء ولا ثاء ولا تاء، ثم جوج كذلك، ثم ثالثا رابعا إلى غير ذلك. إذا بالنسبة للمجموعة الأولى عندنا الدوفان. إذا شنو كنقصدو بالدوفان؟ هو عبارة عن تلقيح، ولكن كنلقحو. باش كنلقحو؟ كنلقحو يا إما بجراثيم واهنة، واهنة بمعنى فقدت قدرتها الممرضة، أو كنلقحو كذلك بسمنات، ولكن حتى هي واهنة، يعني أن الدوفان من سيقابله في المجموعة الثانية. إذا الدوفان فهو عبارة عن سم واهن فقد قدرته الممرضة. إذا الرقم واحد مع باء. جوج: البيرفورين. إذا شنو كنقصدو بالبيرفورين؟ فهي عبارة عن مواد، واحد المواد كيميائية. عندنا البيرفورين وعندنا الجرانزين، الدور ديالهم عبارة عن مواد كيميائية تفرزها اللمفاويات تي القاتلة، وكذلك تحدث بهذه الخلايا واحد الثقوب، وبذلك تؤدي الى موت مولد الموضة. دونك البيرفورين غيكون مع تاء، مع تاء، مواد كيميائية تفرزها اللمفاويات تي القاتلة. ثلاثة: الهيستامين. الهيستامين حنا كنعرفوا ان الهيستامين كيتدخل في الارجية وكيعطينا واحد الحساسية، اذا فهو عبارة عن وسيط التهاب، يعني ثلاثة مع الف. رابعا: مضاد الاجسام. اذا مضاد الاجسام فهو عباره عن واحد البروتين تفرزه الكريات اللمفاويه بي، اللي كنسميوها ب البلزميات، يعني اربعه مع ثاء، 3 نقط. خامسا: مضاد الاجناس فهو غير موجود في المجموعه الثانيه. واضح؟ دونك قلنا رقم واحد مع باء، رقم جوج مع تاء، ثلاثه مع الف، أربعة مع ثاء. واضح؟ هانتوما هادشي كيما هادشي بسيط، هانت جوج نقاط أنا حصلت عليها بكل سهولة، يعني ما تتخلعوش. دائما كنقولها ونعاودها، راه التركيز هو أساس النقطة، التركيز ثم التركيز. ركز، إلا مشيتي مخلوع راك ما دير حتى حاجة، واخا تكون ضابط الأمور ديالك من جميع النواحي، غتجيبها غتجيبها كما كنقولوا، غتجيب الربحه غتجيب الربح، وبالتالي كتقولوا في التالف في النهايه ديال هذا كتقولوا راه المصحح ظلمني، راه الخلعه هي اللي خرجت عليك. يلا ندوزو للسؤال الثاني: حدد الخاصيه التي تعرفها كل عباره من العبارات التاليه. لا نختنص، يعني كل وحده قلتها صحيحه عليها 0.75. عندنا جوج، عندنا الف وعندنا باء. الف: تتجلى في قدره العضله على الاستجابه لمهيجات مختلفه. باء: تتجلى في قدرة العصب على نقل السيولة العصبية. الأولى: تتجلى في قدرة العضلة على الاستجابة لمهيجات مختلفة، كنسميوها هذه الخاصية بالاهتياجية، كنسميوها الاهتياجية. باء: تتجلى في قدرة العصب على نقل السيولة العصبية، كنسميوها هذه، كنسميوها بالخاصية بالتوصيلية، التوصيلية، يعني ان العصب عنده واحد القدره على توصيل السيوله العصبيه. حنا كنعرفوا ان العصب كيلعب دور موصل حسي، واضح، وكذلك موصل حركي. ثالثا: انقل ارقام الجدول اسفل على ورقه تحريرك، وضع امام كل رقم عباره صحيح او خطا، يعني فقط في الورقه ديال التحرير ديالك غادي ناخذ الرقم، وقبل كل رقم نديرو واش صحيح ولا خطا، بمعنى الا اختاريت رقم واحد حداه والصحيح ولا خطأ، كذلك جوج إلى سادسا. تتكون المادة الرمادية في النخاع الشوكي من ألياف عضلية، وصحيحة ولا خطأ؟ خطأ. احنا كنعرفوا أن المادة الرمادية مناش كتكون، سواء في النخاع الشوكي أو في الدماغ، يعني في المخ، كتكون من أجسام خلوية، من أجسام خلوية وليست ألياف عضلية. دونك كنكتبو رقم واحد خطأ.
جوج، يعتبر المخ أكبر جزء في الدماغ. صحيح، يعني أكبر جزء في الدماغ هو هو المخ، حيت عندنا الدماغ كيتكون من المخ والمخيخ والبصيلة السيسائية، وأكبر بارتية، أكبر جزء كيتاخدو في الدماغ هو المخ. ثلاثة، قوس الانعكاس هو مسار السبيرة العصبية خلال الانعكاس الشوكي. صحيح، إذا المسار اللي كتاخدو السبيرة العصبية خلال الانعكاس الشوكي كنسميوه قوس الانعكاس. إذا رقم واحد خطأ، رقم جوج صحيح، رقم ثلاثة صحيح. رقم أربعة، التلقيح يضمن للجسم مناعة طويلة الأمد. كذلك صحيح، على عكس الاستمصال، الاستمصال كيضمن واحد المناعة مؤقتة يعني قصيرة المدى، بينما التلقيح يضمن للجسم مناعة طويلة الأمد. صحيح. خمسة، تستهدف حمى في اي اتش اللمفاويات بي. خطأ، كتستهدف اللمفاويات تي أربعة. رابعا، من بين الاقتراحات أسفله، انقط على ورقة التحليل فقط تلك التي تمثل الخاصيات الممرضة لبعض المتعضيات المجهري. قال نعاود نقراو السؤال. من بين الاقتراحات أسفله، عندنا القد، التكاثر السريع، الشكل، تدمير الخلايا العائلة، البلعامة، إفراز السمين. تلك التي تمثل الخاصيات الممرضة لبعض المتعضيات المجهري، يعني شكون هي الخاصيات اللي كتأدي، اللي عندها واحد عندها واحد الخاصيات ممرضة. عندنا الأولى، عندنا التكاثر السريع، وعندنا إفراز السمين. إذا هادو هما الخاصيات اللي كتمثل الخاصيات الممرضة لبعض المتعضيات المجهرية. صافي، إذا التكاثر السريع وإفراز السمين. صافي، اذا مره اخرى كنقول لكم، الناس اللي مازال ما تابوناوش في القناه ديال محمد الفيلالي، ما ينساوش انهم يتابوناو في القناه. راح كما وعدناكم ان شاء الله، اننا العام الجاي ان شاء الله سوف نبت ان شاء الله دروس خاصه بالجذع المشترك، دروس خاصه بالجذع المشترك، وان شاء الله مر الجذع كذلك الاولى بكالوريا، وكذلك ان شاء الله الثانيه بكالوريا. وذلك فقط يجب الضغط على زر الجرس للتوصل بالجديد، وإن شاء الله إذا كان شي خبيرات إن شاء الله نوصلها لكم في أحسن ما يكون. صافي، إذا كما كتشوفوا عندنا نقاط بسيطة كنحصل عليها انطلاقا من واحد، غير إلا كنت عارف غير العناوين ديال الدروس اللي كنت كنعرفهم، راه نقدر نجاوب ونقدر نحصل في مادة علوم الحياة والأرض على واحد النقط تأهلني إن شاء الله نحصل على واحد النقطة جميلة وجيدة في هذا المسار. إذا للتذكير أن الامتحان الجهوي الخاص بالسنة الثالثة إعدادي سيمر إن شاء الله يومي 4 و5 من شهر يوليوز 2022، يعني يوم 4 ويوم 5. صافي، إذن يومان ستجرى فيه الاختبارات الخاصة بالسنة الثالثة إعدادي، لأن راه مبقاش الوقت بزاف، بقى تقريبا 21 يوم، 21 يوم فقط. صافي، ولا ما كاملة شي 19 يوم ولا 18 يوم، المهم راه مازال كنقولها ديما، راه مازال الوقت اللي بغي بريباري، راه مازال الوقت. صافي، ندوز للتمرين الاول في المكون الثاني، الاستدلال العلمي والتواصل والتعبير الكتابي والبياني. عندما يضرب الطبيب بواسطة مطرقة خاصة على وتر ضاغطة شخص عاد، يندفع الساق الى الامام تلقائيا. لمعرفة خصائص هذه الحركة والعناصر المتدخلة فيها، نقترح عليك المعطيات التالية. إذا عندنا واحد الركبة مثلا، وعندنا الضاغيصة راه هي الرسم الباين، وعندنا واحد الوتر الضاغيصي كنضربو بواحد المطرقة، كنلاحظو على أن اندفاع الساق نحو الأمام. تمثل الوثيقة رقم واحد بعض العناصر المتدخلة في حركة اندفاع الساق إلى الأمام. أثناء حدوث هذه الحركة نلاحظ أن العضلة رقم واحد تنتفخ ويقصر طولها ثم تعود إلى حالتها الأولى. استنتج خاصيتي العضلة التي تم الكشف عنها. إذا انتفاخ العضلة
ويقصر طولها. إذا هذه الخاصية بيناتنا هي الخاصية اللي هي القلوسية. إذا القلوسية شنو هو؟ انتفاخ البطن وقصر طولها. ثم تعود إلى حالتها الأولى، هذه الخاصية هذه هي المرونة، هي المرونة. إذا الخاصيتين التي تم الكشف عنهما انطلاقا من هذه التجربة هي خاصيتي القلوسية والمرونة. ثانيا، حدد نوع نشاط الحركات الرجل. إذا شنو هو هذا النشاط؟ حدد نوع نشاط حركات الرجل. إذا هذا النشاط هذا كنسميه بالتحركية اللا إرادية، التحركية اللا إرادية، أو كنسميه بالانعكاس الضاغسي، أو كنسميه بالانعكاس الضاغسي. صافي، يعني حصلت على جوج نقاط في جوج كلمات ولا ثلاثة، جوج كلمات ولا ثلاثة. الخاصيتين القلوسية، القلوسية نص نقطة، المرونة نص نقطة هي نقطة، و انعكاس، إذا قلت غير انعكاس غادي نحصل على النقطة، انعكاس ضاغسي، هو الانعكاس الضاغسي فقط. باش ما يبانلكمش راه الامتحان كيخلع ولا راه ما كيخلع، ما هو راه بسيط صافي. راه الفروض اللي كدوز في الفصول الدراسية هي داخل الأقسام أسهل من، أو عفوا أصعب من الامتحان الجهوي فقط. يعني في امتحان كيركزوا لكم على واحد، على واحد الدرس ولا درسين وثلاثة، وتيكونوا شيء سؤال مرتبط بسؤال، وهنايا كيعطيوكم كل من كل، كما تنقولوا من كل فن طرف فقط. غادي ندوزو لآخر تمرين إن شاء الله، ندوزو لآخر تمرين باش نساليو علينا هذا التتمة ديال التمرين. دوزنا السؤال الأول والسؤال الثاني، بقات في التمرين بعض النقاط، غادي ندوزوها دابا إن شاء الله. قالك أسيدي، قصد فهم دور عناصر أخرى متدخلة في حركة الرجل، أنجزت التجارب المبينة في الجدول أسفل على حيوانات مخبرية. أها، كما تمثل الوثيقة جوج مقطعا عرضيا للنخاع الشوكي، المركز العصبي لهذا النشاط، وبداية العصب السيسائي. إذا شنو درنا في التجربة؟ قطعنا العصب السيسائي، احنا كنعرفو أن النخاع الشوكي مرتبط بالعصب السيسائي. إذا وقع عندنا شلل وفقدان الحساسية، يعني أن العصب السيسائي عنده دور في الحساسية ودور في الحركة. قطعنا في باء، وقع القطع في باء، فقدان الحساسية، فقدان الحساسية بمعنى أن الجدر الخلفي كيلعب دور موصل حسي. وقطعنا في جيم، وقع نشر العضلة بمعنى أن الجدر الأمامي كيلعب دور موصل، موصل حركي. استنتج نوع الألياف العصبية المتواجدة في الجدر الخلفي. الجدر الخلفي، إذا الجدر الخلفي شنو الدور ديالو؟ احنا قلنا، احنا قلنا قبل ما نشوفوا السؤال، الجدر الخلفي كيلعب دور موصل حسي، يعني ألياف حسية، والجدر الألمي فيه ألياف حركية. رابعا، باعتمادك على النتائج السابقة واستعمال العبارات أسفل، أنجز خطاطات تحتمل تحمل عنوان مبرزا في مسار السيولة العصبية أثناء اندفاع حركة إلى الأمام. عندنا ركز عصبي، وتر ضاغيسي، سيولة عصبية حسية، منفذ، سيولة عصبية حركية، مستقبل حسي، نخاع شوكي. يعني غادي نرسم واحد الخطاطة، واحد الخطاطة كنبرزو فيها المسار ديال السيارة العصبية اللا إرادية. صافي، بحال اللي قال لك أنجز خطاطة تبرز فيه المسار ديال السيارة العصبية خلال الانعكاس الشوكي. إذا أول حاجة هو عندي الجلد اللي ما كاينش هنا، اللي هو الوتر. درنا واحد الإهاجة اللي بواسطة المنفذ، والمنفذ نقلنا هاد السيارة العصبية عبر الوتر او عبر الموصل الحسي، وصلوا مباشرة الى المركز العصبي اللي غيحول السيولة العصبية حركية. نشأت واحد السيولة عصبية اللي غيحولها السيولة العصبية حركية، وغتنقل عبر الموصل الحركي، وغيديها مباشرة للعضلة، والعضلة غادي تقوم بتنفيذ الحركة فقط. هادشي اللي كاين. اذا كما كنقول، وصلنا لنهاية هذا الفيديو هذا، كنتمنى لكم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله اللي ما فهمش حاجة ما ينساش يراسلنا في لي كومونتير. وكنتمنى لكم دائما فرصة سعيدة، وإن شاء الله تحصلوا على نقاط جيدة تأهلكم إن شاء الله للمرور إلى الجدار المشترك. حياكم الله، ومع أزكى التحايا من طرف محمد
ألف هلالي. إلى اللقاء في فيديو مقبل بحول الله.